مرحبا بكم ونورتونا في الشوتينغ ديال اليوم مع ستيليست حفيظان. انا اول مره كنتعامل معاها وصراحه عجبني هادشي اللي كدير بزاف، لانه خدمه متقونه، خدمه اللي كيبغيوها بزاف في موادنا والناس اللي عزيز عليهم الزيت التقليدي الاصيل المتقول اللي مخدوم باليد. دونك اول ما اتصلت بيا رحبت بالفكره بزاف، كثير من الفنانات صديقاتي شكروها وبصراحه التعامل ديالها زوين. انا جيت اليوم عندها استقبلت لي واحد الاستقبال يعني ولا اروع. المعاملة ديالها جميلة جدا هي للزوج ديالها، فكنقول لها شكرا وبالتوفيق، وبزاف ان شاء الله تعاملاتنا من هنا لقدام تكون كثيرة بإذن الله. مرحبا بسلطانة اليوم معنا في الشوتينغ ديالنا اللي مع دنيا بوطازوت، الفنانة ديالنا المتألقة اللي كانت هذا العام متعاتنا وفرحاتنا وضحكت جميع المغاربة. اليوم كان لي الشرف لبسها الباسين من التصميم ديالي، وكنتمنى يكونوا من الإعجاب ديالها وإعجاب الجمهور. اللبسة الأولى كانت من بيستاج ساتان دو سوا بالألوان وبالسفيف هذا المرمى في الأرجنتي والطرز الرباطي اليد. بالنسبة للثانية كان عندنا الخضر ملاكي بستان دو سوا والتنبات بالأرجون بالدوري. اللبسة الثالثة لبستها لها في الفيغ والطرز الرباطي اليد وليزاكسيسوار في الأرجونتي. اليوم جد فرحان حيت خدمت مع الفنانة دنيا بوطازوت اللي هي فنانة كبيرة واللي دات واحد شهرة كبيرة في هذا المسلسل مؤخرا ديال بنات العساس، وكان لي شرف كبير باش نخدم معها. وفي الصراحة ما لقيناش معها مشكل فاش خدمنا معها، لا من ناحية الميكاب ولا لاكواف. الصراحة كانت هي مساعدة معنا وكول وغزالة والله يعمرها دار. تشرفت باش ندير الممثلة ديالنا الغزالة دنيا بوطازوت، ندير ليها الماكياج اللي هو الشيك اللي تواتلها مع كاع لي تونو اللي اماكياج درت لها اماكياج اللي غادي يجيها مع كاع لي تونو. ابخي درت لها دي غوتوش اللي هما سامبل. تبارك الله عليها، هي اصلا زوينه تبارك الله، وما نحتاجوش عاد نبدلوا لها الملامح ديالها ولا شي حاجه. وليا الشرف باش نكون معكم هنايا مع سلطانه ومع الممثله ديالنا دنيا بوطازوت، وشكرا بزاف. كنشكر ستيليست اللي لبساتني حفيظة غفور، كنقول لك حبيبتي شكرا لك بزاف. ميكاب ارتست اللي دار لي الميكاب ارتست اللي دارت لي الميكاب مريم العريشي، شكرا بزاف حبيبتي. واللي صوب لي لا كوافور كنقول له سي مبغدادي ميرسي بوكو، شكرا لكم مره اخرى على الزياره ونورتونا فيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.